دروس محوسبة لمادة التدريب العملي للصف الثاني الثانوي كهرباء استعمال الوحدة الأولى مدرسة الأمير حمزة الثانوية الشاملة مشغل الكهرباء المعلم فادي مرعي حداد. التيرستور الوحدة الأولى تحديد أطراف التيرستور وفحص صلاحيته. الأهداف يحدد أطراف التيرستور، يفحص صلاحية التيرستور، يرسم رمز التيرستور الكهربائي، يذكر الاستخدام الرئيسي للتيرستور، يتعرف على المواصفات الواجب الاهتمام بها عند شراء التيرستور. التعريف بالتيرستور: التيرستور جهاز يقوم بالتحكم بالقدرة الكهربائية. التيرستور يحتوي على ثلاثة أطراف تسمى المصعد أنود، المهبط كاثود، البوابة جيت. يتكون التيرستور من ثلاثة ثنائيات متصلة على التوالي. رمز التيرستور يبين الشكل التالي رمز التيرستور الكهربائي، ويدل الرمز A على أنود المصعد، ويدل الرمز K على كاثود المهبط، ويدل الرمز جي جيت البوابة. طريقة فحص التيرستور: أولا ضبط جهاز الأوميتر على قراءة الأوم وتدريج ضرب واحد. ثانيا البحث عن أي طرفين من الأطراف الثلاثة يكون بينهما اتصال كهربائي باتجاه واحد عند عكس قطبية الجهاز، فيكون الطرف الثالث هو المصعد. ثالثا نسمي هذين الطرفين البوابة والمهبط. رابعا عند القياس بين المهبط والبوابة يجب أن يقيس الجهاز في اتجاه واحد، فيكون المهبط متصلا بالقطب السالب للجهاز والبوابة متصلة بالقطب الموجب له. الاستخدامات: يستخدم التيرستور في التحكم بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية بسبب امتلاكه خاصية القدح للبوابة والسماح للتيار بالمرور أو التوقف، لذا يستخدم في دوائر الريموت كنترول أو التحكم عن بعد.